أنا آمن إن الحياة هي إنك تشوف الجمال بكل يوم تعيشه، هي بحد ذاتها رحلة مستمرة فيها من صغري، تجربة تعرفت فيها على ثقافات كثيرة وتخطيت فيها وايد حواجز. وين بدو؟ ماهي؟ شو جيتها؟ حبي للمجوهرات، حبي للمجوهرات يعتبر الإرث اللي أعتز فيه. شلون يجيني الإلهام؟ كل اللي أسويه إني أتأمل وأفكر برحلتي. وش كثر حلو الشعور لما تشوف الشيء اللي تحبه قاعد يتحقق قدام عيونك. كل قطعة صممتها مصنوعة بشغف وإتقان وتعطيني شعور مختلف. ابتكرت التصاميم بأسلوب الخاص اللي يعبر عني، وهم أحب أني أكتشف جوانب جديدة من شخصيتي وأحاول كثر ما أقدر أني أتفوق على نفسي، لأن كله يتعلق بالإبداع اللي يعتبر ملاذي الآمن. التصميم المتميز هو لغتي، وما أتنازل أبداً عن جودة التفاصيل.